الخبر الاول اللي عدنا عن ياسو ليش هي معصمه من اليوتيوبر. ياسو نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات، وهذه الستوري صارت تقول بها انه هذه الحادثه صارت بامريكا وكل الناس صارت تحكي بها وصارت تهجم عليهم، ونفس الحادثه هي حاليا قاعده تصير عندنا بفلسطين، ولكن ولا احد قاعد يحكي بالموضوع ولا واحد من اليوتيوبر. فيقولش مزعوجه من هذا الموضوع، تتمنى من اليوتيوبر انه يحكي بالموضوع. وهي بدت بهذا الشيء، حطكم ستوري تشوفوها. صباح الخير، كيفكم؟ هذا المنظر اللي صار بامريكا، الكل قام، المظاهرات اشتغلت في كل العالم، الكل ما رضى عن هذا الشيء اللي صار. طبعا هو شيء غلط، بس لانه هلا عنا نحن، لانه بدولة عربية ما حدا عم يحكي. انا عم تابع عم شوف عن جد، يعني حتى مشاهير السوشيال ميديا نفسهم يلي نشروا وقت الامريكي هلا ما نشروا على هاد. ليش؟ عن جد ما عم بفهم. اوكي ممكن نحن نشرنا ما كتير يعمل، بس على القليل ممكن يوصل لشي نحن نقدر نساعدهم لو بشي بسيط كتير. عن جد انا بزعل وبستغرب، يعني انه لما تكون القصة للاجانب نحن اول شيء منكون، لما تكون القصة لنا نحن لبعض العرب ما حدا بيسأل ليش. دنيا رمضان ولازم نساعد بعض، يعني ما بعرف. الخبر الثاني عدنا عن مفاجأة اليوتيوبر. فأول يوتيوبر عدنا هو فريق نورمال، فمحمد مار نزل على حسابه بالانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات على من خلال انه هو سوى بلش مونتاج المقطع، راح ينزل اليوم على الساعة 4 على قناة الجلادين، فانتظروا المقطع. أما اليوتيوبر الثاني عدنا فهو أحمد حسن وزينب، وصل قناته باليوتيوب لل 7 مليون مشترك، فإن شاء الله ألف مبروك وعقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسوني حبايب بالنسبة لكم بالكومنتات على هذا الإنجاز. الخبر الثالث اللي عدنا عن نورمال ورد على الأشخاص اللي قلدوه. فنورمال نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري، وبهذا الستوري كان كاتب بي واحد من الأشخاص والله بيض نور، في كثير أشخاص عم بتقلدك أفكارك سلوم موشن، يعني تقليد الف مش مستوعب التقليد عندهم. فرد عليهم نورمار ترى مو شيء جديد هالحكي من زمان. فانتوا قال حباب هو يقصد بالضبط الاشخاص اللي قالوا شنو رايكم بيهم، اكتبوا لنا حباب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر من الاشخاص اللي يقصدهم بالتقليد. الخبر الرابع اللي عدى عن المشكله اللي صارت بين باريش دادا ونورمار. في البدايه كانت من نورمار نزل على حسابه بالانستغرام في شويه ستوريات، وبهذه الستوريات صار يقول بها انه الترندات مال التيك توك الصايره هي كلش بيض. وضح بين هو يقصد ترند معين سواه هو باريش دادا وغير من المشاهير الكبار. اعطيكم الستوريات ما تشوفوا عم تفهمون اكثر. سعيد ثاني هي تبعيد دق الهاتف نص الليل انت طماع بعم بعم، وايوه الكوميدي ما الكوميدي بحطه برقص هيك. طبعا ما قلت لكم انه هذا الترند سواه باريش دادا بهذا الفيديو، شوفوا الترند مالته. دق الهاتف نص الليل قمت شلت السماعه طيد قط والقالت يا ابو فهير اجيب صم استناني ربع ساعه بعد باريش نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات صار يقول بها انه بعض الاشخاص اللي هو كان واضح يقصد نورمار بكلامه قطع عند اصدقائه يقدر يصور اياهم تيك توك، فصار يقول انه ترندات التيك توك بيض واضح 100% كان يقصد نورمار. فاخوياه تجمعوا عليه فهو قرر انه يحذف هذه الستوريات بعد فتره من نزولها. شوفوا الستوريات. الاشخاص ما ضل معه حدا جنبه حتى يطلع لبرا ويصور محتوى، وبعدين يقول انه تيك توك صاير بيض ترندات. طبعا بسبب الهجوم اللي تعرضه باريش دادا قرر انه يخفي اسم نورمار من الكومنتات اللي عنده. بسبب التهجم اللي تعرضه، اما بالنسبه للدليل انه ادخل على مقطع نزل ومزبيع تعليقات ونكتب اسم نورمار بعد روح كلمه عثر وعمل دفع تعليق وتعليق لاشخاص على قوارايا بعد ما انفضهم زين حول غير الحساب عم بشوف التعليق حيطلع للناس او لا بعد ما غير الحساب ونزل بيع تعليقات وروح كلمه عثر اولا راح تشوف تعليق ما ظهر وما ذو التعليقات ظاهرين. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر والمشكله اللي صارت بيناتهم ومن انتم ومن الحق. الخبر الخامس اللي عدنا عن مملكة المشاهير والحلقة النارية اللي راح تنزل لكم اليوم، وراح يكون ويانا ضيف يوتيوبر عنده فوق ال 4 مليون مشترك. حلقة حتكون نارية واسئلة كلش قوية، ولكن تحديدا بس توصل حلقة دون مار 50,000 مشترك راح تنزل لكم الحلقة الثانية اليوم، راح اعطيكم اياها بالوصف. اتمنى الكل يروح يشوف الحلقة ويوصل 50,000 مشترك باسرع وقت، ونوصل هذا المقطع لاكثر من 30,000 لايك. وبس عشان اكون فايز زي ما قدمت القصص، بس مع السلامة.